وفي أول أو في الدورة الأولى لمهرجان الأناقة والإبداع. فإحنا ملي تنتكلموا على الأناقة ماشي شيء اللي هو غريب علينا، هو من تراثنا وهو من ثقافتنا. أكيد أن أناقتنا تبدأ من قفطاننا، القفطان المغربي الأصيل المتميز. Donc alors je disais que la ville, la capitale de l'Orient Pâle, Oujda, c'est une ville millénaire depuis 2012. Donc nous sommes tous ravis d'être parmi vous ce soir. قولوا لي رغم البسطة أن يومي